بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو ديال اليوم بعنوان الدخول المدرسي الجديد وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، كيف سيتم تدبير المرحلة؟ إذا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على مجموعة من الاحتمالات كيفاش يمكن يكون الدخول المدرسي تزامنا مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19. إذا واش غادي يكون دخول مدرسي عادي كما دائما دخلوا عادي بدون كمامات بدون أي حاجة، ولا غادي يكون دخول مدرسي باعتماد التعليم عن بعد؟ واش غادي يكون باعتماد التعليم بالتناوب أو لا باعتماد طريقة أخرى لضمان الاستمرارية البيداغوجية؟ إذن هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قوم معايا باش نعرفوا مجموعة من الاحتمالات الواردة والسيناريوهات الممكنة. إذا بانتهاء السنة الدراسية للموسم الدراسي 2019-2020 التي كانت استثنائية على جميع الأصعدة، تسود حالة من الترقب بخصوص الدخول المدرسي الموالي المرتقب مع مطلع شهر شتنبر القادم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب كسائر دول العالم بفعل جائحة كورونا كوفيد 19. إذن فحالة الترقب هذه نابعة من تبعات الأزمة الصحية الحالية، حيث باتت الأسر المغربية أمام هذه الوضعية متوجسة بشأن مآل الدخول المدرسي المقبل والسيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية. وإذا كان تجويد العملية التعليمية والإصلاح البيداغوجي ومضامين المقررات الدراسية تشكل العناوين التقليدية في حديث الأسر المغربية عند كل دخول مدرسي، إذا شحال هذه الأسر المغربية كان عندها الهم الواحد هو كيفاش يتم الإصلاح البيداغوجي والإصلاح ديال المقررات الدراسية، وكيفاش غادي يكون التجويد ديال العمليه التعليميه التعلميه باش يقراو الدراري ديالهم في احسن الظروف. لكن سيناريوهات الدخول المقبل ستطغى بكل تاكيد عن غيرها، خاصه وان هناك عدد كبير من الاسئله التي تطرح من الان بشان الدخول المدرسي، من قبيل كيفيه تدبير هذا الدخول ومواصله اعتماد تجربه التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحه. إذن بزاف ديال الأسئلة كيطرحوها دابا الناس على كيفاش غادي يكون هذا الدخول المدرسي، واش غادي يكون دخول مدرسي عادي، واش غادي يكون باعتماد التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة، ولا غادي تكون طريقة أخرى باش غادي يتم الضمان ديال الاستمرارية البيداغوجية. لكن تطور وضعية الوباء وتسجيل تزايد في عدد حالات الإصابة والوفيات بالمغرب تجعل صناع القرار وخاصة التربوي أمام ثلاثة ديال السيناريوهات محتملة مرتبطة في شموليتها بمدى التحكم في الوضعية الوبائية ومدى ارتفاع أو تراجع أرقامها ومؤشراتها. إذن ثلاثة ديال السيناريوهات محتملة وكترتبط دائما بالوضعية الوبائية، واش هي في ارتفاع ولا في تراجع من حيث الأرقام والمؤشرات. إذن السيناريو الأول، أول السيناريوهات يتمثل في ضرورة الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من تدابير، حيث من المتوقع في هذه الحالة مواصلة تعليق الدراسة الحضورية والرهان على التعليم عن بعد بشكل كلي لضمان الاستمرارية البيداغوجية. السيناريو الأول كيتعلق بعملية التعليم عن بعد، ولكن في حالة الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من تدابير، يعني الوضعية الوبائية غادي تكون صعيبة بزاف وما يمكنش الرجوع للأقسام بأي حال ممكن. غادي يتم في هذه الحالة هذه مواصلة تعليق الدراسة الحضورية، ما غاديش تكون الدراسة في الأقسام، ولكن غادي يتم الرهان على التعليم عن بعد بشكل غادي يكون كلي وغادي يضمن الاستمرارية البيداغوجية للتلاميذ كاملين. شوفوا السيناريو الثاني، ويرتبط السيناريو الثاني بعدم استقرار الحالة الوبائية مما يفرض اللجوء إلى خيار التعليم بالتناوب وفق مقاربة وسطية تعتمد على التعليم الحضوري مناصفة مع التعليم عن بعد، 50% بالنسبة للتعليم الحضوري
و50% بالنسبة للتعليم عن بعد، وهو خيار قد يفرز حالة من الارتباك والتوتر بالنسبة للمدرسين والتلاميذ والأسر على حد سواء، مما قد يطرح صعوبات موضوعية على المستوى التدبيري فيما يتعلق بسبل تدبير جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن الخاصة بالمتعلمين وآليات تدبير فروض المراقبة المستمرة. إذا هذا السيناريو الثاني كيعتمد على التعليم بالتناوب. التعليم بالتناوب هو الوسطية ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يعني شيء يقرأ في القسم وشيء يكون عنده التعليم عن بعد، ومن بعد كتم عملية التناوب، كيكون هناك تناوب. إذا ولكن هذا الخيار هذا صعيب التطبيق ديالو، لأنه غادي يخلق لنا واحد الارتباك من حيث جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن ديال المتعلمين، وكذلك الفروض المراقبة المستمرة كيفاش غادي يديروها. مجموعة من الصعوبات غادي تكون في هذا السيناريو الثاني. نمر الآن إلى السيناريو الثالث. إذا أما السيناريو الثالث الذي يأمله كل الأطراف، فيتجلى في الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد السيطرة على الوباء، أو على الأقل التحكم في الوضعية الوبائية. إذا السيناريو الثالث كلنا كنتمناو السيناريو الثالث، أنه يترفع نهائيا حالة الطوارئ الصحية في البلاد ويكون الوباء متحكم فيه من جميع الجوانب، وحتى نتحكموا فيه نهائيا عاد يكون دخول مدرسي، وهذا سيعبد الطريق أمام الاتجاه نحو دخول مدرسي عادي على غرار المواسم الدراسية السابقة، وتبني الدراسة الحضورية بشكل عادي مع إمكانية الانفتاح التدريجي على الرقمنة والتعليم الافتراضي. إذا الاحتمال الثالث هو اللي كيتمناه كل شيء، أنه يتم التحكم في الوضعية الوبائية وترفع بشكل نهائي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، ويكون دخول المدرسي عادي كما المواسم السابقة بالاعتماد على الدراسة الحضورية، لأنه ما كاينش محسن من الدراسة الحضورية، وذلك بطبيعة الحال مع الانفتاح التدريجي على الرقمنة واستعمال التعليم الافتراضي. ومن هادشي كامل كنتمناو صادقين أنه الحالات يبداو يهبطوا شوية وترفع حالة الطوارئ، وإن شاء الله الوزارة ديك الساعات تطبق السيناريو الثالث ويكون دخول مدرسي عادي كما السنوات السابقة. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.